أول حاجة معكم مريم المطرق، معروفة أكثر شيء بميزا فلوغ، مغربية مقيمة في دولة الإمارات في دبي خصوصا. صراحة هذا المجال يعني ما دخلتوش عن تطفل، بس أنا قبل ما ندير اليوتيوب، يعني قبل ما ندخل مجال يوتيوب، كنت أكثر شيء يعني أكتف على سناب شات، كنت كندير دعايات، ومن خلال سناب شات كنت كندير بعض المرات مواضيع اجتماعية، لأن بدوري أنا كمرأة مطلقة كنت كنعطي نصائح للبنات اللي مطلقات وهذا. فدائما كان كيجيني هالتساؤل، مريم من الستوريات كيمشيو في السناب شات، علاش ما ديريش قناة على اليوتيوب؟ وكان أكبر نسبة مشاهدة عندي صراحة في الخليج، داكشي علاش يعني نهار درت اليوتيوب ما كانش أكثر حاجة معروفة يعني في المغرب. مين الحمد لله وتبارك الله على الجمهور المغربي اللي دائما هازنا الفوق الحمد لله، وكنشكرهم من هذا المنبر. صراحة بالنسبة للمستوى الدراسي، بس تل الباك وحبست، ما كملتش من مورا الباك، من موراها تزوجت. في الاول يعني قبل ما نتزوج كنت خدمت في سونتر دابيل، انا انسانه اكتيف يعني تعجب لي يعني كيفاش كيقولوا اي لايك تو ديسكفر مور ثينجز، يعني كيعجبني نكتشف بزاف ديال الاشياء جداد عليا، خصوصا مثلا الى الكول سنتر ولا اي حاجه. كان مساعدني صراحه اللهجه اللغه الانجليزيه، سوري على الخطا. ف كنت خدمت في فرانكوفون هنا في كازا، ومن بعد منها كنت تزوجت ومشيت للإمارات لدبي، خدمت تما، كنت مع طريقي وطلقت، وعاود رجعت مرة أخرى وعاود تزوجت، دابا مع الزوج ديالي خالد. صراحة أول لقاء يعني كان عن طريق صديقة ديالي، صديقتي إماراتية، كانت من الناس المقربات لي بزاف بزاف. فهي كانت خدامة في واحد، هي مديرة في واحد المكان عندنا بحال اللي قلتي في سيتي ووك عندنا في دبي، بحال اللي قلتي مثلا مجمع، ماشي مول، مي مجمع بحال هكا الناس تيتمشاو فيه، مجمع تجاري. وكان دائما تتقول لي مريم يعني ما تتفكريش بعد مره تزوجي وهذا، وتنقول لها الصراحه انا خايفه يعني يلا طالعه من واحد التجربه ديال الطلاق وخايفه بعد مره يعني ندخل وهذا. وهي كانت يعني كتلمح لي على الزوج ديالي خالد، لان كتعرفوا هو انسان صراحه جدا رائع، والحمد لله على هالاقدار اللي جمعتنا وعطتني الفرصه لليوم انا معاكم. صراحة نفس ما قلت لك قبل، انا فاش كنت رجعت الامارات كنت رجعت على خدمتي اللي كنت كنخدم فيها، لان انا كنت كنخدم في قسم مبيعات في شركة كبيرة في دبي، كنت خدامة في دبي مول سيلز بيرسون في واحد المحل ديال الملابس. فهاد الاحتكاك مع الناس ضروري خاصو يكون من الانسان، سواء مغربية ولا سواء شنو ما كانت الجنسية ديالها، لازم تمشي بالطبع ديالها، يعني تكون الاخلاق اول حاجه. لان شوفوا ما نكذبوش على بعضياتنا، ما نقولش لك لا ما كاينش مضايقات، كاين مضايقات، كاين كيفاش كنقول لك يعني انسان تيقل احترامه عليك، لان يعني للاسف صراحه السمعه ديال المغربيات في الخليج للاسف غلطه، لان هذا المفهوم اللي حنا، ماشي انا ولا بنات اللي غادين بواحد ليماج اللي هي زوينه، مي للاسف الناس بزاف خداو هذه الفكره هذه. ولكن العكس، انا نفس ما تشوفي يعني في قناتي وهذا، الحمد لله المراه المغربيه ماخده مناصب اللي هي كبيره، والمراه المغربيه تقدر دير بزاف ديال الحوايج. وكنتمنى ان كل مغربيه ما تسناش شي حد يدير لها شي حاجه، هي تدير بنفسها، لان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، غير الانسان خاصو يسعى وغيوصل الشيء اللي هو كيتمناه. ما عمرني نقول لا انا عايشه في واحد مجتمع جديد ما غنقدرش نوصل، ما لا غنقدر نوصل الا انا امنت في راسي وخليت اللي حدايا غيامنوا بانا شنو تنقول. صراحة شوفي، احنا كاملين كنخدموا، احنا كاملين خدامين. انا صراحة هاد الحساسية ولا هاد الموضوع بالنسبة لي انا جدا حساس، علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى ما حطش بيناتنا واحد الفرق. نفس ما انا تغربت على والديا وعشت بعيدة على والديا في بلد جديد عليا اللي هو الامارات، نفس الشيء همايا، فانا حاطة نفسي من نفسهم. نفس ما انا ما غنرضاش شي حد يجي يقلل احترامه عليا، نفس ما انا ما غنرضاش عليهم انا نقلل احترامي عليهم. او مثلا ابسط الحوايج، كنشوف
بعض المرات شي ناس يطلعوهم باليونيفورم. صراحة هما اختاروا انهم يلبسوا اليونيفورم عندي في البيت، وانا ما ماشي اجباري شي حاجة، لانهم بشر الحمد لله كيهتموا في البيت ديالي، كيهتموا في بنتي. يعني مثلا عندي انا اجتماع، عندي مشوار، عندي اي حاجة، يعني كيفاش هاد الانسان تتأمنيها على بيتك وكتراعي وليداتك وكتراعي حياتك وكل شيء، واقفة معاك مسكينة يعني متغربة على وليداتها. ما نساش أنا مدينة عندي ما شاء الله أم، وأم مطلقة، وأنا باعتبار يعني إنسانة مطلقة، فأنا حاسة بهذه الكلمة دي المطلقة كيفاش. فأنا شخصيا الحمد لله والدي ما ربونيش أنني نشوف هذا سمر ولا هذا هكا ولا هذا، الحمد لله كلنا بشر والحمد لله كلنا نقدروا نعطيو بزاف ديال الحوايج، واللهم لك الحمد. يعني حتى في المساعدات ديالي لاحظت ان كل وحده فيهم كتميز بواحد الحس فكاهي وواحد واحد الجانب اللي ما قدرتش غنكتشفه الا كانت علاقتي بهم سطحيه. هو الصراحه شوفي انا نقول لك واحد الحاجه، انا كنت غنجيب مغربيات، ولكن للاسف ما كاينش مساعدات مسلمات يعني من دول عربيه، يعني مثلا المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، هاد البلدان هذه، لان حاولت ولكن ممنوع. يعني هذه من المملكه المغربيه، واللي صراحه كنشكرهم على هذا الشيء هذا، لنا كل الاحترام والتقدير للقوانين كل الدول. وما تنسيش واحد الحاجه ثاني، حتى الا جبنا شي بنت كتساعدنا هنا في المغرب ما كتلاحظيش، يعني انت هي كتجي كتعاونك وكتساعديها، يعني انت كتعاونيها، هي مسكينه كتشقى وانت كتشقي معها. فالحمد لله احنا المغاربه تربينا على هذا الشيء، يعني تربينا على اننا نحسوا ببعضياتنا ونهزوا الهم لبعضياتنا، فالحمد لله. ماشي ماشي انا اختاريت، لان ما كانش عندي اختيار اصلا، لان نفس ما قلت لك حاولت انني نطلع فيزا لبنت مغربيه، وكنعرفوها يعني من يعني كانت كتشتغل في البيت ديال العمه ديالي وهذا، ولكن للاسف الفيزا ترفضت لي كم من مره. يعني الدواعي قانونيه مش انا اللي اخترت. وبالنسبه للجنسيات انا مش بس هاد الجنسيات اللي كانوا عندي قبل فيليبينيات، مي ما توافقناش وهما رجعتهم يعني للمكتب. انا ما كيعجبنيش شي حد يقلل ادبه ولا هذا، يعني الانسان تيحترم ولكن كاين واحد الحدود، تمام، الانسان ما خاصش يتجاوزهم. الصراحه اخر همي كان ربح مادي صراحه، يعني بكل امانه، لان الحمد لله الزوج ديالي ما عمره ما قصر بيا في شي حاجه. يعني بعيدا عن اليوتيوب، وغير باش نشرح حتى هذا الموضوع ديال الدخل، انا شخصيا لو كنت عايشه في المغرب نقدر نقول لك دخل مزيان، ولكن للاسف الامارات دوله غاليه، يعني عادي المدخول اللي ناخذ من اليوتيوب في نهار واحد يساري في نهار واحد مشى كان هنا. والله يعني ماشي غيعيشني حتى الاخر ديال الشهر ولا غندير به مشاريع ولا لا لا نهائيا، يعني ما كانش يعني اول همي يعني ربح مادي. اصلا ما كنتش عارفه في اليوتيوب، ما كنتش عارفه الصراحه ان كان في دخل، لان صراحه اكثر حاجه كنت كنشتغل على نفس ما قلت لك على السناب شات، كنت كندير دعايات وهذا يعني قبل ما نبدا اليوتيوب. وسؤال اخر، يعني علاش دخلت لهذا اليوتيوب، شنو الرساله اللي عندي؟ نفس ما قلت لك انا بدوري كمراه مطلقه، فحاولت نعطي واحد الطاقه ايجابيه للنساء بشكل عام، يعني مش بصفتها يعني الطلقات صافي راه نهايه العالم ولا لا، بالعكس الانسان يديفلوب، الانسان يعطي فرصه لنفسه، والله سبحانه وتعالى ما تيخلي حتى شي واحد غير انسان يمشي في واحد الطريق اللي هي مزيانه، ما يديرش شي حاجه اللي كتغضب الله سبحانه وتعالى. الصراحه علاقه يعني جدا طيبه الحمد لله، تشرفت بمعرفه الاخت اسماء. هي كان عندي الرقم ديالها على الواتساب، ولكن ما عمرني ما هضرت معاها وهذا. هضرت معاها على الانستغرام، لان بزاف ديال الناس قالوا لي راه اسماء هنا ضايفيها وهذا، لان الحمد لله انا معروف عليا لو تشوفي من خلال فيديوهاتي اي حد جا الامارات كنرحب به وكنزيد القدام، يعني اسماء ولا اي حد من اليوتيوبرز. ساعات ما كتكونش علاقه يعني على السوشيال ميديا، كتكون علاقه خاصه منها بزاف ديال الفنانين شفتهم هذا. ف هضرت مع اسماء على الانستغرام، جاوبتني وتلاقيت معاها وديتها، درنا حمام مغربي مع بعضياتنا، تحمحمنا نعم لالا ومشينا للسوق، ديتها لسوق نايف ديال العبايات، وديتها العبايه مول، خليتها تكتشف الامارات. مشينا لابو ظبي، وصراحه يعني انسانه جدا راقيه، لا هي ولا الاخ احمد كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر.
شوفي احنا كاع درنا روتين يومي الصراحه، ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه. انا لو تلاحظي حتى في قناتي، يعني مثلا ملي كندير روتين مع الزوج ديالي ولا شي حاجه، كندير روتين مثلا الا انا مريضه ولا انا شي حاجه، كيفاش خاص يكون هذا الزوج، كيفاش خاص تكون المساعده. يعني ماشي روتين اليومي يعني اني نطلع بواحد الصوره اللي مسيئه للمراه المغربيه. لان ما نساوش اليوتيوب راه ماشي بس في المغرب، راه اليوتيوب انترناسيونال، يعني راه الناس في العالم كامل كيشوفوا. يعني انا عايشه في الامارات كنشوفوا، اللي عايش في امريكا غيشوفوا. ولكن هذا الشيء انا ضد الصراحه، هذه الفكره ولا هذه الصوره اللي طلعوها البنات هذو اللي داروا. كنتمنى انهم يحسنوا من الوضع، ماشي ننتقدوهم، كل واحد وكيفاش كيشوف اليوتيوب وكيفاش داخل لهذا المجال. فكنتمنى انهم يبدلوا هذا الروتين اليومي بشي حاجه اللي فيها الافاده. شوفي ما نقولش انا قويه وكنسى، انا انسانه جدا حساسه لواحد الدرجه ما كتصورش، خصوصا كتوصل بيا لدرجه اللي ما تقدرش نعس في الليل. مره اللي واحد التعليق اثر فيا بزاف، وحده دعت لي على بنتي، وهذا جرحني بزاف. يعني بنت بريئه، طفله ما دارت والو. انا كنتمنى حتى من هذا المنبر هذا ان الناس تغير هذا الفكر هذا، حتى الا عندهم شي تعليق يكون واحد التعليق اللي بناء، حتى الا مثلا بغاو ينتقدوا طريقتي في شي حاجه، طريقتي في تقديم اي شيء انا موجهه في قناتي، يكون بواحد الطريقه اللي لبقه، واحد الطريقه اللي محترمه. ما نساوش ان حتى هذا الانسان اللي وراء الكاميرا حتى هو بشر، حتى هو كيحس، حتى هو عنده مشاعر، حتى هو كيتجرح. يعني حالنا حال اي بشر عادي. هي قريبا ان شاء الله غنكون وجه اعلامي لواحد البراند اللي عزيز على قلبي، غنخليها مفاجاه باش ما نحرقش المراحل. وبالعكس ليا الشرف، وغنكون بعد حتى وجه اعلامي ان شاء الله للماركه الخاصه فيا، حتى هي غنعلن عليها قريبا. انا خدامه على هذا الموضوع هذا، كتخص واحد الحاجه اللي كاع البنات كيسولوني عليها بدوري انا، يعني عايشه في الامارات كل مره كنلبس عبايه. فان شاء الله باذن الله من هذا المنبر غنعلنها ان شاء الله، يكون براند خاص فيا ديال العبايات اللي غنسميه ميزه. والحمد لله الشرف الكبير اللي كان لي انا شخصيا هو انني نشوف ملكنا الغالي في الامارات، شفته في مقر عملي فاش كنت كنخدم قبل، وكنت شوكي يعني فعلا خفت، يعني واش بصح هذا الملك، وكنت كنترعد. وما نساش كلمه قالها ليا، قال لي بنتي ما تخافيش، واعتبري الامارات هذا بلدك الثاني. وفعلا كان بلدي الثاني، وتزوجت اماراتي والحين بنتي اماراتي. اعطاني فاز زوين، عشت في البلاد. رسالتي للناس اللي واخدين فكرة غلطة على المغربيات، الحمد لله أنا مغربية قدامك. تم تكريمي في جامعة في عجمان، واللهم لك الحمد، كان واحد الفخر ليا، لأن الناس من الخليج وكيتابعوني وكيشوفوني. وحتى تم استدعائي من حاكم راس الخيمة لافتتاح مول هناك في مدينة راس الخيمة، وكنت أنا المغربية الوحيدة ما بين الاعلاميين والصحفيين اللي كانوا في الاحتفال هذاك. وحتى كنا نهار قبل في العشاء الخاص اللي دار سمو الشيخ محمد بن صقر القاسمي، اللي كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر. فهذا بحد ذاته انجاز لينا احنا كمغاربه، يعني المغربيات في كل انحاء العالم لازم يعرفوا انهم هما قدوه حسنه لبلادنا. ولو تكون اي اغراءات ولا هذا الانسان ما يمشيش في ذاك الهاويه لا نهائيا، يحط في باله انه هو خير مثال لبلاده، يعني هو خاصو يهز بلاده ويكون احسن قدوه للمغرب.